السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية فحص البيض إذا كان مخصب أو لا؟ أولا، هناك العديد من يرغبون بمعرفة إذا كان البيض مخصب أم لا لإزالته عن الأنثى وإراحتها، لأنه ربما قد يكون عدد البيض كثيرا أو ليتأكدون من ذلك. ولكن كتنبيهات أولية وكملاحظات قبل البدء، يجب أن لا تعبث. كل الطيور لا تقبل أن تعبث بعشها، وهناك الكثير من الطيور حساسة، وإذا عبثت بعشها فلن ترقد. وإذا كان العدد كثير لا تقوم بإزالة جميع البيض. إذا كان العدد قليل عفوا، وإذا كان العدد كثير قم بإزالة بيضة أو بيضتين لإراحة الأنثى، لعدم جلوسها وبقائها فترة أطول عندما يفقسون كل الفراخ وهي تبقى جالسة على بيضة غير ملقحة. فذلك تقطع التنفس على الفراخ والفراخ تموت في ذلك، لتجنب الكثير من المشاكل. وهذا الفيديو قمنا بإنشائه لمعرفة البيض المخصب من الغير المخصب. أولا، يجب عليك أن تغسل يديك بالماء والصابون جيدا، وتقوم بتجفيفها جيدا، وتقوم بحمل البيضة بلطف وهدوء وبسهولة. ويجب توافر ضوء فلاش، ضوء قوي جدا، وهو فلاش الموبايل أو ضوء، مهما كان الضوء قوي ولكن يجب أن يكون قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، نقوم بفحص البيض واحد، ثم نقوم بوضع البيضة تحت فلاش الموبايل بهذا الشكل. انظروا، هذه بيضة فارغة غير مخصبة ومعروفة. أنا سوف أتخلص منها لأن طيوري الجاوة قد قامت بوضع 6 بيضات. سأقوم بإراحة الأنثى ولكي لا تصبح عاقا أو مشكلة عندما تنتهي الأنثى من فقس الجميع. هذه واحدة غير مخصبة، أظن أن الباقي مخصبين. انظروا، هذه مملوءة بالدم وبالعروق، سأرجعها إلى مكانها. البيض المخصب، مدة الفحص أو متى نفحص البيض؟ بعد 10 أيام يكون أفضل. هو بعد 5 أيام يبدأ العرق والتخصيب بالظهور، ولكن بعد 10 أيام أفضل بكثير، لأن هناك بيض قبل البيض. ربما الأنثى تكون بكرية أو غير خبيرة فتجلس قبل انتهاء عدد البيض، لذلك ربما ستظهر لك البيضة فارغة. انظر إلى هذه البيضة، أنها على الأغلب فارغة ولكنها مشكوكة قليلا، فيها بعض الداكنية، سأقوم بإرجاعها. ولكن أول واحدة عندما قمنا بالنظر إليها أنها فارغة 100%. هذه كما ترون يوجد بداخلها جنين مخصبة 100%، مخصبة 100%. مخصبة 100%. طبعا هذه العملية يجب أن لا تطول أكثر من 5 دقائق. وهذه غير مخصبة كما قلنا أولا، ولكنني سأعيدها لأن 6 بيضات ليس بعدد كبير، تستطيع الأنثى التحكم بهم كاملا. بهذا نقول كان انتهينا، ولقد قمنا بالتعجيل كي لا تهجر الأنثى العش. وأي سؤال أو استفسار اتركوه لنا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.